بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل بقى إن شاء الله مع بعض السلسلة إزاي تطور مهاراتك كمهندس كيميائي. طبعا يعني عذرا للانقطاع بين الفيديوهات، لكن والله غصب عني بتبقى حسب الظروف الوقت. إن شاء الله نكمل جزء السلسلة دي لغاية ما نقفله بإذن الله سريعا. كنت كلمتك في الفيديوهات اللي فاتت عن اكتساب عقلية مهندس التشغيل. أول مهنة بتشتغلها في الأغلب العام بتبقى مهنة مهندس التشغيل، بتدخل على مصنع أو خط إنتاج بتبقى عايز تشغل أو تتابع إنتاج مادة كيميائية معينة. كنت كلمتك على محطة صغيرة خالص، مادة إيه زي بي بتنتج سي، وحاولت أديلك بعض الأمثلة علشان تبقى حاسس كده بعقلية مهندس التشغيل. التشغيل مشكلته إنك ما بتقدرش تتعلمه إلا في مصنع، يعني مهما واحد درس في كلية مهما أخد كورسات، هو كل مصنع حالة فريدة لنفسه. عشان كده الخبرة في الهندسة الكيميائية ما بتتعوضش، يعني الخبرة ملهاش بديل عن إن واحد اشتغل بإيده وشاف بنفسه في مصنع واثنين وثلاثة وهكذا. لكن انت ممكن تعوض حاجه زي كده وتكتسب مهارات واحده بواحده لغايه ما باذن الله ربنا يكرمك وتتعلم جوه المصانع، لان في بعض المصانع ممكن بعد 6 شهور تلاقي نفسك بتتعلمش حاجه جديده، بعد سنه تلاقي نفسك بتتعلمش حاجه جديده، وطبعا فرص العمل ما بتبقاش سهله ان الواحد يتنقل من مصنع للتاني يعني. فاثناء وجودك في وظيفه وتدور على وظيفه احسن، او اثناء ان انت بتبحث عن وظيفه في بدايه الكارير دهوت، بتحتاج ان انت تكتسب بعض المهارات اللي تساعدك كمهندس تشغيل باذن الله. كنت كلمتك عن الادوار الاساسيه لمهندس التشغيل سريعا او من خلال بعض الامثله، انا دلوقتي هلخصهم لك بقى باختصار شديد. مهندس لما بيدخل في مصنع طبعا بيبقى عارف ان هو يعني مبدئيا هيشتغل مثلا في خط انتاج اسمنت، في خط انتاج مش عارف كذا، في خط انتاج بترول، خط انتاج غاز طبيعي وهكذا، وبيبقى فاهم المعلومات العامه عن الموضوع ده بديهي واساسي يعني. لكن هيتعين ان شاء الله في وظيفه من ضمن مهاراته الاساسيه اللي المفروض يكون فاهمها كويس هي قراءه الرسومات الهندسيه وخط الانتاج، انك تبقى عارف تقرا فيها الاي دي دايجرام. وفرجتك فيديوهات فاتت عن ازاي بنعمل سيرش على يوتيوب عشان نشوف البي ان دي دي بيتقرا ازاي وهكذا. كلمتك عن البروسيس فلو دايجرام، بقيه الرسومات المشهوره في الهندسه الكيميائيه اللي الواحد بيحتاج يتعلم يقراها، ودول اهم 2 يعني عامه. تمام، بعد كده فهم المعدات الواقعيه لخط الانتاج. لازم هتطلع مع المهندسين اللي اقدم منك، هيطلع يفرجوك على المصنع بره عامل ازاي، يقول لك دي المعدة كذا، ده حواليها الانسترومنتس الفلانيه، ده حواليها البريشر جيج، ده حواليها التمبريتشر جيج، ده بيقيس لنا التمبريتشر، ده بيقيس لنا مش عارف الهايت، ده بيقيس كذا، ده بيعمل كذا، ده بيبعت اشاره للكنترول روم. هيفضل يعدي معاك على معده معده، دي بتسلم لدي، دي بتسلم لدي، دي عليها سيفتي معينه، شايف عليها بريشر ريليف فالف علشان لو الضغط زاد يبتدي يفتح ويطلع على بره وهكذا. هيبتدي يعدي معاك على المعدات واحده بواحده، السيفتي بتاع كل معده والانسترومنتس اللي حوالي منها ودورها في خط الانتاج. فكل ما انت تقرا عن الانسترومنتس اكتر، كل ما انت تقرا عن الاهداف يعني وظائف كل معده ولو بطريقه جنرالي من بره، زي ما كلمتك قبل كده من حتى من القرايه على اليوتيوب، انك تقرا يعني ايه كلمه بويلر، تشوف تشغيلها بيبقى عامل ازاي، تكتب بويلر مثلا اوبريشن، بويلر مثلا ترابل شوتنج، بويلرز مش عارف مينتنس وهكذا. الكلمات اللي زي كده هتدي لك احساس بالغلايه على المستوى الصناعي، بعيدا عن الكلام الاكاديمي اللي انت درسته زي تصميم المعدات وزي الانثالبي والانتروبي والكلام ده، كل ده كويس وجميل وزي الفل، بس مش هو ده حياه مهندس التشغيل. مهندس التشغيل غالبا مش هيسمع كلمه انثالبي في حياته، او هيسمعها لما بيقعد يتكلم يعني على الغدا مثلا مع بعض. لكن في شركات اقوى شويه ومستواها اقوى شويه طبعا بتحتاج، لان هو ده صلب الهندسه الكيميائيه، ان انت تتعلم تصميم، تتعلم تعديل على خطوط الانتاج وهكذا. لكن مهندس التشغيل في البدايه ما بيحتاجش القصه دي. مهندس التشغيل بيحتاج بس ان هو ايه، يضمن ان المنتج بيتم انتاجه يوميا مثلا بالصوره المطلوبه وهكذا. ده اللي حتى بنقوله، هو متابع السير الانتاجي اليومي وكتابه تقارير يوميه وشهريه، لانه مثلا كل يوم عنده اخر ورديه مثلا مطلوب ان هو يبقى كتب تقرير انتاجنا لغايه دلوقتي قد ايه، هل في مشكلات حصلت، ما مش عارف كميه الماده دي في التانكات قد ايه، كميه دي قد ايه، درجه الحراره هنا قد ايه. كل شركه ليها طريقتها في خط الانتاج بتاعها او ليها طريقتها في التقرير اليومي بتاعها، ده هتتعلمه مع المهندسين جوه باذن الله. متابعه عمليات الصيانه الوقائيه والتصحيحيه، زي ما قلت لك في مثلا البامب الفلانيه دي كل 3 شهور بيجي لها يتعمل لها عمليه صيانه، فانت هتلاقي مثلا المهندسين بيتابعوا معاك يقولوا لك احنا النهارده عندنا عمليه صيانه دوريه عن البامب ده، هتطلع معاهم تقف معاهم تشوف البامب اللي بره الخدمه، تبتدي تشوف هم هيعملوا معاها صيانه ايه، وخلاص على كده هيبدلوا الاثنين، هيشغلوا دي ويوقفوا دي وهكذا. هيجي مثلا يبدل قطعه غيار معينه، يشيل واحده ويحط واحده وهكذا. انت واقف بتابع معاهم من وجهه نظر العمليه عندك، من وجهه نظر خط الانتاج عندك، انت اللي عارف ان خط الانتاج بتاعك شغال ازاي، وبيتابع من اول معده دي لغايه اخر معده خالص في خط الانتاج، وعارف ان هم مطلعين مثلا معده بره الخدمه بيعملوا لها صيانه، في معده بالفعل موجوده ايه المشكلات اللي بتقابلهم فيها وهكذا. فهم طرق ومعالجه المشكلات العمليات الصناعيه، يعني مثلا انت دلوقتي شغال في المصنع وبعدين جالك الارم، جالك انذار في خط الانتاج ان في حاجه درجه حرارتها ازيد من المفروض تكون عليه، تتصرف ازاي؟
سخنت رياكتور مثلا، المفروض درجه حرارته تبقى 160 درجه مثلا، لقيتها بدات تطلع ل 180 190، بدا يديلك الارم، بدا يديك انذار، يقول لك خلي بالك درجه الحراره بتعلى. فهمك لخط الانتاج هو اللي يساعدك ان انت تبقى فاهم هو الرياكتور اصلا ايه اللي يعلي درجه حرارته كده، واتصرف انا معاه ازاي، ايه المشكله اللي تكون موجوده عشان درجه حرارتها تعلى بالمنظر ده، وهكذا. دي برضو مهارة صعب شرحها على يوتيوب، يعني صعب ان حد يشرحها. انا والله كنت اتمنى ان انا يعني اتكلم اكتر من كده فنيا، لكن المشكلة ان انا سايب المجال بقالي فترة طويلة، وحتى اللي شغالين في المجال بيبقى صعب عليهم ان هم يشرحوه غير من واقع عملي او مثال تطبيقي. فحتى اللي بيشرحوه في البرامج والشركات المتخصصة بيبقى معاهم سوفت وير محاكاة، عامل لك مثلا وحدة ديستليشن تاور او رياكتور كده، وبعدين يقعدك قدام منه يفهمك تشغيله عامل ازاي، وبعدين هو يعمل لك سيناريو، هو يخلي درجة حرارة على كده من عنده، كلها محاكاة على برامج الكمبيوتر، وبعدين يبتدي يفهمك تتعامل معاه ازاي وتتصرف ازاي، والناس بره هتتصرف ازاي، وده يفتح ايه ويقفل ايه والحاجات دي. غير كده بدون البرامج المتخصصه دي لازم دي تبقى خبره عملي تكتسبها يعني. ودي اغلب شغل البترول والبتروكيماويات، اللي هو الاسمده وبقيه سكه البتروكيماويات والبترول والغاز الطبيعي، هم دول اكتر ناس بيبقوا ايدهم في الحته دي، دي باظت اعمل فيها ايه، دي بتعلى، دي في الارم، في انذار، طب نجري نطلع نتصرف ازاي، وهكذا. اخر حاجه تقرير الاغلاق اللي هو الشات داون ريبورتس، ان هو مثلا المصنع خلاص وقف لفتره معينه، في مشكله في معده، درجه حراره زادت قوي ما نقدرش نسيطر عليها، فاضطرينا نقفل، كسر في خط انتاج مثلا، ماسوره فيها تزداد زياده عن اللازم، خايفين تتكسر، ماسوره اتكسرت فعلا، في تسريب جاي من حته، فاضطرينا نوقف فترة معينة نصلح المشكلة وبعدين نبتدي نشغل تاني. الفترة اللي المصنع بيقف فيها بيتكتب عنه تقرير إغلاق، تقرير شت داون، ايه اللي حصل، ايه المشكله. في مصانع بتكتب تقرير مثلا اعطال معده معينه عطلت لمده 3 ساعات وبعدين صلحناها واشتغلت، بيكتبوا تقرير عن العطل ده، ايه اللي حصل فيها، فريق الصيانه اتصرف ازاي. كلمه ان هي وقفت لمده 3 ساعات دي مهمه، لانها بتفيد المهندسين بعد كده، بيبقوا عاملين حسابهم ان المعده دي لما بتحصل فيها الغلط ده انا معايا 3 ساعات قبل ما تتصلح، فاروح اشوف بقى حاجات تانيه، اروح اتصرف. ممكن في ناس يعني ده من ضمن الفنيات اللي اتعلمتها من الناس، انه المصنع وقف كده كده خلاص، قدامك مثلا يومين عبال ما تتصلح المعده دي، وخلاص المصنع هيقف لمده يومين، في خلال اليومين دول يعملوا عمليه صيانه تانيه، ما هو كده كده المصنع بره الخدمه خلاص لمده يومين، في اليومين دول يسرعوا عمليه الصيانه، المعده كانت شغاله نص عمر كده، اللي هي شغاله نص نص وفي منها مشاكل، خلاص بقى استغلينا ان المصنع وقف، خلاص نجري بقى نصلحها، نعمل لها صيانه، نفكها، ننظفها، مش عارف فلاتر اتسدت بعد فتره، ما صدقنا بقى المصنع وقف، خلاص نفك الفلاتر بالمره ونبتدي نشتغل عليها. فالمهندسين بيتصرفوا يوميا مع الحاجه ما دام خلاص كده كده الدنيا واقفه يعني. وطبعا فن ان انت تتلافى التاخير، ان انت عايز الشت داون يكون اقل ما يمكن، المصنع عايز ينتج اكبر كميه ممكنه يعني، علشان في الاخر عمليه ربحيه يعني، عمليه مكسب في الاخر. تعويض المنتج المستهدف، يعني انت عندك تارجت مثلا يوميا تكون بتنتج مثلا 100 برميل مثلا بترو مثلا يعني، او انت عندك مثلا كذا طن بتنتجهم، او عندك مثلا كذا متر مكعب من غاز، كذا مليون متر مكعب من غاز طبيعي، او كذا مليون اسف كذا مليون كيوبيك فوت قدم مكعب من غاز طبيعي، فانت عندك كميه معينه، جيت في نص اليوم حصل شت داون لمده 3 ساعات، في الاخر الشركه ممكن تقول لك لا ارفع الانتاج شويه عشان اخر اليوم نكون حققنا التارجت بتاعنا. فانت بتتعلم ازاي ترفع الانتاج وتنزله. يعني انا كنت مثلا بشتغل، ده حصل معايا في مصنع غاز طبيعي، وقفنا فتره معينه واحنا كل يوم مثلا لازم ننتج 200 مثلا مليون قدم مكعب من الغاز، وقفنا لمده ساعتين، احنا بنبقى عاملين حسابنا كده انه كل ساعه المفروض تكون انتجت قد كده علشان على اخر اليوم نكون انتجنا ال 200 بتوعنا. طب احنا وقفنا 3 ساعات خلاص امر الله ما قدرناش نعمل حاجه، يجي بتاع مهندس ورديه الليل يعلي الانتاج شويه، يطلع بالانتاج علشان على اخر اليوم يكون وصل لل 200 المستهدفين دول، بعد ما يوصل ل 200 المستهدفين يرجع ينزل الانتاج تاني للمعدل الطبيعي بتاعه. ازاي اطلع انتاج المصنع وازاي انزله علشان اظبط الانتاج المستهدف، دي بتبقى الفنيات اللي بتحصل. زي ما قلت لك الحاجات دي احنا بنحاول يعني، انا اللي انا فاكره واللي انا درسه في المجال ولا اتعلمته خبره بحاول اشرحه واحده واحده على يوتيوب، لكن انا ما شفتش حد مثلا شرح كورس كامل في التشغيل، حتى الكتب اللي بتتكتب نادر جدا تلاقي حد بيكتب فيها، لان هي مهاره حياتيه زي سواقه العربيات كده، صعب حد يعلمها من كتب، هي سواقه مصانع في الاخر، تشغيل مصنع نوع من انواع السواقه، فهي كده. هو التانية حاجه مهاره الكنترول روم مهمه جدا، انك تقعد قدام دي سي اس، تقعد قدام ديستريبيوتد كنترول سيستم، شايف قدام منك الشاشات، انا حتى حاولت ادي لك احساس عنه في الفيديوهات اللي فاتت، اللي هي بقول لك ان المحطه موجوده قدامك والمؤشرات قدام منك وانت عمال تتفرج، التانك ده مستوى 70% ده 60%، البامب دي اون ولا اوف، درجه حراره جوه الرياكتور، انت بتبقى قاعد في غرفه التحكم شايف الحاجات دي قدام منك.
ازاي تتصرف، ازاي تبقى عينك عليهم وتتابع اللي بيحصل، وده سخن وده نزل. الكنترول سيستم بطبيعته بيتصرف ازاي، دي من ضمن المهارات الواحد بيفهمها، ان الكنترول سيستم لوحده لو لقى مشكله هيتصرف ازاي، اللي هو الكوز اند افكت مثلا. هو لوحده درجه الحراره عليت شويه هيديك الارم، بس لو عليت ازمه لازم هو هياخد التصرفات، انا مش هيستناك انت تتصرف، هي خلاص هو عنده ليفل اسمه هاي، الهاي ده يعني يديك انذار، عنده ليفل تاني اسمه هاي، الهاي هاي ده هو هيخش يتصرف. يعني مثلا الرياكتور درجه حرارته المفروض تكون 160، هم المهندسين او الشركه اللي بنت المحطه عاملين حسابهم ان درجه الحراره 160 دي لو وصلت ل 180 هيديك الارم، يديك انذار هاي، يقول لك خلي بالك درجه الحراره عندي وصلت 180، لو وصلت قرب ال 200 عند ال 200 كده هيديك هاي هاي، هو هيتصرف، هو هيقفل هيقفل على الرياكتور شات داون، هيقفل الفيد اللي داخل له، هيفتح كميه الكولينج ووتر ازيد من على اقصى كميه ممكنه، هيشغل مش عارف كذا. هم مبرمجين اوتوماتيك، لان انت درجه الحراره وصلت منك عند 200 مش عارف تتصرف، فهو الخط الاوتوماتيك كنترول سيستم هيتصرف عند الهاي هاي. نفس الفكره في اللو واللو لو، يعني انا مثلا عندي تانك المفروض ما يقلش مثلا المستوى الميه اللي فيه عن مثلا 30% لأسباب كتير يعني لازم تعرفها في المصنع، يعني 30% بدأت تنزل المايه اللي فيه عند 25 يدي لك لو الارم، لو يعني يدي لك انذار كده، وانت قاعد في الكنترول روم تلاقي اي ليفل عند 25، تروح تبص كده تشوفه تلاقي ليفل عند 25، لو ليفل نزل عند 20 ده خطر على المعدة، هو هيتصرف لوحده، هيقفل على المعدة دي قبله، هو هيتصرف. انت بقى دورك كمهندس تشغيل تبقى عارف هو هيعمل ايه، هيتصرف ازاي، فدي بتبقى برضو موجودة في المانيوال بتاع البرنامج، او تتعلمها من المهندسين، بتبقى عارف كده تسأل كده معاهم، هو لو الليفل هنا نزل زيادة عن اللازم ايه اللي هيحصل، طب هل في نظام الالارم هيتصرف ازاي، الاوتوماتيك كنترول سيستم هيتصرف ازاي. بعد فترة هتبتدي تتعلم تعديل على الكلام ده، المهندسين الخبرة بيبقى ليهم رؤية في الموضوع، يقول لك لا انا مش محتاج ان انت كنت تعمل معايا كذا، انا كنت ممكن اتصرف، انا مش محتاج ان الالارم الهاي هاي يبقى عند ال 200، ممكن عند 220 ماشي، لكن ال 200 قليلة قوي ووقت ضيق وما نلحقش نتصرف، مش كل شوية يبتدي يعمل لنا الارم، احنا عارفين القصة وبنقدر نعالجها، وهكذا. ده دور الحياة او حياة مهندسين التشغيل. اتفقنا؟ زي ما قلت لك عشان تبتدي في الطريق وتبتدي تحسن من مهاراتك، انا كلمتك في فيديوهات عن يوتيوب وازاي بنستخدم يوتيوب، لانه كنز ثري جدا بالمعلومات. لكن اللي يعرف اللي عارف ان يوتيوب عليه شرح كتير لحاجات، مش بس انك تعوض حاجات من المنهج بتاعك، انا دايما عايز اطلعك من حته الكلام النظري ده، يعني احنا درسنا معادلات للصبح وحسابات وثيرمو والكلام ده، مش هو ده انا دخلت اتصدمت من واقع هندسه التشغيل يعني. فانت بتبتدي مع اليونت اوبريشنز واليونت بروسيس، بتبقى عارف اليونت اوبريشنز وتقسيماتها، لان هي دي حتى اسئله الانترفيوهات، يعني انت لما تخش تسال في انترفيو ممكن يسالك شويه كده في انثالبي انتروبي معادله مش عارف ايه، لكن مش هقول لك مثلا اعمل لي اثبات معادله كارنوت يعني مثلا، او كارنوت سايكل، ولا يعني الاغلب العام اللي هيمتحنك هيبقى مهندس تشغيل، فهو يا اما هيمتحنك اسئله اكاديميه جنرال كده انت هتبقى المفروض عارفها وفاهمها من خلاصه الكورسات، يا اما هيمتحنك الاسئله اللي زي كده، يقول لك كده ايه الفرق ما بين اليونت اوبريشنز واليونت بروسيس، اديني امثله عن اليونت اوبريشنز مثلا. تبتدي تعرف تقسيمات المعدات الرئيسيه في الهندسه الكيميائيه، انواع البامبس مثلا وميزه وعيب كل نوع منهم، انواع مثلا الغليات تقسيماتها، انواع المبادلات الحراريه وامثله عليها. يعني لو قلت لك كلمني كده لمده 5 دقايق عن المبادلات الحراريه جنرال كده، يعني انت مش هتقعد تحسب لي معادلات ال كانت اسمه مش عارف الترانسفير كوفيشنت ولا هي ترانسفير كوفيشنت ودلتا يو الاوفرول ترانسفير كوفيشنت، تقعد مش حد عايز منك تحسب له دلتا يو، هم اصلا في المصنع ما يحسبوش الدلتا يو ولا الكلام الفاضي ده خالص، هو الكلام ده كلام هندسي انا ما انكرش، وهي دي فعلا الهندسه. انت بتطلع تشتغل في الاوبريشنز في التشغيل، قدامك هيت اكسشنجر بالفعل جاهز، شغله لنا افتحه واقفله وشوف ايه مشاكله، هو يعني مش مستني منك تصميم يعني، ودي الفجوه اللي ما بين الدراسه وما بين التطبيق الواقعي يعني. انواع الفالفز مثلا المختلفه وايه مميزات وعيوب كل فالف، لو انا سالتك انا عايز شات داون فالف، عايز فالف يقفل ويفتح، ايه الانواع اللي نستخدمها، عايز كنترول فالف، ايه انواع الكنترول فالف الموجوده، عايز فالف اسحب منه عينات للمعمل، ايه الفالف اللي بنسحب منه عينات على خط انتاج مثلا، وهكذا. انواع مثلا انسترومنتس خصوصا البريشر جيجز او مقاييس الضغط عامه، مقاييس الحراره، مقاييس الليفل، دول اهم 3 حاجات يعني. بعد كده قلت لك ان احنا بنعمل سيرش على كلمات معينه، زي مثلا ترابل شوتينج لو حل مشكلات، مينتنس يعني صيانه، انا بدور على الكلمات دي مش عشان افهم الصيانه 100% قد ما عشان افهم مثلا البامب بتعمل لها صيانه ازاي، الاستريشن تاور بتعمل له صيانه ازاي، ابتدي ادور على جوجل العادي بره عشان اشوف يمكن حد كاتب مقاله، يمكن حد كاتب بعض المعلومات، حد مدي كده ملاحظات، او على يوتيوب عشان اشوف حد مسجل فيديوهات عن الحاجات دي ولا لا. اوبريشنز التشغيل، وده ان كان نادر جدا بس بندور عليه، بيست براكتسز افضل الممارسات، يعني زي ما قلت لك ان البامب ما بتبقاش البمبات المهمه ما بتبقاش بمب واحده، تبقى 2 جنب بعض، واحده اون واحده ستاند باي،
ان مثلا اي كنترول فالف بيبقى عليه دايره تحكم يدوي، يعني الكنترول فالف الاوتوماتيك اللي بيفتح كميه الفلو اللي ماشيه ويقفلها عليه دايره تحكم يدوي، علشان الكنترول فالف ده لو باظ او عايزين نعمل له صيانه ونستبدله او نعمل فيه اي حاجه لازم مش هوقف المصنع عشان حته الكنترول فالف يعني، فيبتدي في دايره تحكم يدوي من فوق في العادي بتبقى مقفوله والكنترول فالف اوتوماتيك هو اللي شغال، لما نحب نطلعه من الخدمه نفتح الدايره الاوتوماتيك، نفتح الدايره المانيوال دي ونبتدي نظبطها بايدينا او اللي يشغلوا يظبطوها بايديهم لغايه اما المشكله تتحل في الكنترول فالف الاوتوماتيك وبعد كده ترجع تشتغل فيه تاني. دي اسمها بيست براكتس، الممارسات المشهوره. ده الدايره المقفوله دي بيسموها بلوك اند بليد. لا في مصانع الغاز الطبيعي لما يكون الضغط عالي قوي عليهم بيسموها دبل بلوك اند بليد، يعني بيقفل يعني مش عايزين ندخل في تفاصيل كتير عشان لو انت مثلا ما اشتغلتش مصنع غاز طبيعي مش هتهمك قوي حاجه زي كده، لكن دي الافكار. المانيوال ساعات بلاقي شركات منزله المانيوال بتاع مثلا بامب، منزله المانيوال بتاع كومبريسور جاز كومبريسور، منزله المانيوال كلمتين كده عن بعض المعدات، فبنشوف كتالوج، كان بتتصفح هو الكتالوج ده وثيقه هندسيه في الاخر تقرا وتشوف وتتعلم حاجات زي كده. دي مثلا لما بكتب مثلا اندستريال سنترفيوجال بامب ترابل شوتنج بلاقي بعض المواقع بتكلمني عن حاجه زي كده، دليل معالجه مشكلات السنترفيوجال بامب، بنشوفها بنتعلم بنقرا. ما هو دي الحياه العمليه الواقعيه. بروبلمز اند فيليرز مثلا، فيلير يعني وقعت منين؟ هي كلمه حاجه بتقع جايه من كلمه فيلير دي. فلما البامب وقعت يعني البامب باظت عطلت خرجت من الخدمه نتصرف معاها ازاي؟ وهكذا. حتى مثلا اهو اندستريال ديستريشن تاور ترابل شوتنج، معالجه مشكلات الديستريشن تاور، هتلاقي مثلا اي سي اتش اي الجمعيه الامريكيه للمهندسين الكيميائيين اهو منزلين مقاله عن ديستريشن ترابل شوتنج، نقراها ونتعلم نشوف ايه الفكره ماشيه ازاي، او ده ممكن يكون جزء من كتاب او ممكن يكون كتاب كامل، نبص فيه سريعا نشوف ملخصات كده الشباتر اللي دي حتى وهكذا من باب المعلومات العامه، حتى يعني نبقى عارفين مشكلات ابراج التقطير لعل وعسى تنفعك في انترفيو وانت بتمتحن بسؤال يقول لك طب انت تعرف ايه مشكلات ابراج التقطير، فتقول له تقول والله انا قريت عن كذا وعن كذا وعن كذا ومستني بقى ان انا امارس الحاجات دي عملي، انا عايز اشتغل واكتسب خبره بقى عملي، انا ذاكرت كميه كبيره وعايز ابتدي اشتغل كده يعني. حاجه بفكرك على يوتيوب انه في ناس بيبقوا عاملين الانترفيو كويستشنز، عامل لك ملخص لاسئله المقابلات الشخصيه سواء على يوتيوب او على جوجل عادي بره. فانا كنت بكتب مثلا كيميكال بروسيس انجينير انترفيو كويستشنز، مثلا كيميكال بروسيس تكنيشن، مش عيب عادي خالص، بيبقى عندهم كورسات امتحان الفنيين بتعلم حاجات كتير جدا، بتلاقي مثلا شارح له الاوتوماتيك كنترول بطريقه مبسطه خالص، ده احسن عندي 100 مره من الثيوري اوف اوتوماتيك كنترول، لان انت عشان يعني نادر ما هتطبق الثيوري دي بنفسك كمهندس اوتوماتيك كنترول في الاول يعني في بدايه حياتك، صعب يعني. اغلب الناس بتشتغل تطبيق على طول، انت قدامك اوتوماتيك كنترول سيستم بس اعرف شغله يعني فهمه، انت ممكن تاخد لك مثلا 3 4 شهور تتعامل معاه وتفهمه وتطبقه، ونادرا ما هيستقبلوك عليه بسهوله، يعني مش سهل انت تقعد قدام شاشه كمبيوتر وتتحكم انت او تتصرف، ده انت ممكن تاخد لك 6 شهور سنه عبال مثلا ما يدخلك كنترول روم اصلا، لان الاوتوماتيك كنترول السيستم طبعا ده اغلى حاجه اهم حاجه في المصنع، يعني هو ده العقل اللي بيحرك المصنع كله، بس محتاج واحد عنده خبره كويسه عشان يقدر يتعامل معاه. حتى كيميكال بروسيس اوبريتور مثلا بشوف اسئله الاختبارات بتاعتهم من بره عندهم الوظيفه دي فابتدوا يشوفها، بكتب كلمه كيميكال انجينير بدل كلمه بروسيس انجينير، يعني ساعات اكتب كيميكال بروسيس انجينير ساعات كلمه كيميكال انجينير ساعات كلمه بروسيس انجينير وهكذا. ده اللي كان يهمني ان انا ايه الخصه لك علشان تطلع بعقليه مهندس التشغيل، لان يعني انت محتاج كذا عقليه علشان تطور من مهاراتك كمهندس كيميائي. كل ده انا كنت ببني معاك عقليه مهندس التشغيل. الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله هنتكلم عن كذا عقليه ثانيه اقوى بقى شويه من عقليه مهندس التشغيل، لكن بدانا بيها لان هي الاساس، هي دي اغلب اكل العيش زي ما بيقولوا، هي دي الشغل، هي دي بدايه المجال يعني. نكمل بقى ان شاء الله مع بعض الفيديوهات اللي جايه. شكرا.